السلام عليكم يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الطبيعة يا جماعة لما بنيجي نطفي جهازنا او جهاز كمبيوتر بندوس هنا على ستارت، وبعدين بندوس على الزرار اللي هو بتاع الباور ده، وبعدين بندوس على شات داون. لكن اللي عايز اقوله لك انك لما بتضغط على شات داون فانت هنا مش بتطفي الجهاز فعليا. الطريقة دي للأسف بتسبب في بطء الكمبيوتر مع الوقت، وتبدأ تظهر مشاكل في التشغيل. ودلوقتي انا هعرفك ازاي تقدر تطفي جهازك بشكل صحيح علشان يشتغل معاك تمام وما تظهرش مشاكل مع الوقت. بصوا يا جماعه، عايزكم تفهموا حاجه مهمه جدا، ان لما بيكون الجهاز شغال بتشتغل الشاشه مع لوحه المفاتيح مع الماوس وباقي اجزاء الكمبيوتر او باقي اجزاء الجهاز عن طريق حاجه اسمها نواه نظام التشغيل، ودي بتفضل محتفظه في ذاكرتها بالاوامر اللي اخذتها منك اثناء تشغيل الجهاز. لكن لما بنيجي نطفي جهازنا بالطريقة المعتادة عن طريق ان انت بتضغط على ستارت وبعدين تدوس على زرار الباور زي ما قلنا وبعدين نختار ايقاف التشغيل، بيتم اغلاق البرامج والنوافذ المفتوحة، وبيكون واضح في ان الجهاز فعليا مطفي بعد ما بتتأكد ان الشاشة بتسمر او بتطفي. لكن زي ما قلت لكم ده مش صح، لان نواة نظام التشغيل دي اللي قلت لك عليها من شوية بتدخل بس في وضع السكون ومش بتطفي تماما، وده اللي بيسمح لك انك لما بتيجي تشغل جهازك مرة تانية مش هيكون محتاج تشغيل نواة نظام التشغيل مرة تانية، لكن بس انت بتعمل لها زي ايقاظ من حالة السكون، وده بيخلي التشغيل بيكون اسرع. الكلام ده يا جماعة فعلا كان مطلوب زمان لما كانت الاجهزة او الهاردات بتاعتنا اللي هي من نوع HDD، لكن دلوقتي الهاردات من نوع SSD بتشغل الويندوز بسرعة كبيرة جدا. الميزة دي يا جماعة طبعا اول ما ظهرت كانت في ويندوز 8، وطبعا موجودة في ويندوز 10 وويندوز 11، ودي بتسمى التشغيل السريع. المشكلة بتحصل لما بيحصل ايقاف تشغيل لنواة نظام التشغيل بالكامل والفترة طويلة، وده بيؤدي لظهور الاخطاء والمشاكل وبطء الاداء، زي مثلا لو حصلت مشكلة زي ان الصوت فاصل مثلا في اي وقت وانت بتشتغل مع الجهاز. اول حاجة بتتقال انك تعمل اعادة تشغيل للجهاز، مش انك تطفيه وتشغله تاني، لان اعادة التشغيل يا جماعة فعلا بتوقف تشغيل نواة نظام التشغيل وتعيد تشغيلها مرة تانية. فعلا بتلاحظ بعد اعادة تشغيل الجهاز ان المشكلة اختفت، وكمان بتحل 99% من الاخطاء والمشاكل اللي بتظهر في الويندوز الخاص بيك. علشان كده دلوقتي انا هعلمك ازاي توقف تشغيل جهازك بشكل صحيح بحيث بيتم ايقاف تشغيل نواة نظام التشغيل دي كمان. الطريقة اللي انا عايز اقولك عليها اللي هي المفروض تتعمل، وهي انك تدوس هنا على ستارت، كليك شمال كده، وبعدين ندوس على زر الباور، وبعدين نبدأ نضغط مع الاستمرار على زر شيفت، بمعنى ان انت بتدوس على شات داون ولكن اثناء ما انت دايس على زرار شيفت اللي هو في لوحة المفاتيح. طيب طبعا احنا في ناس هتقول لك يعني انا مش عايز ادوس على شيفت كل مرة كل ما احتاج اطفي الجهاز. طيب هقول لك بقى على بعض الاعدادات اللي تغيرها بحيث لما بتضغط على ايقاف التشغيل بدون ما تدوس على شيفت بيقوم الجهاز بايقاف التشغيل نواة نظام التشغيل كمان. اول حاجه هنعملها يا جماعه ان احنا ندخل على كنترول بانل، هنفتح كنترول بانل كده، وبعدين ندوس على الزرار اللي هو فيو باي، نعمل لارج ايكون، هيفتح لنا الايقونات بشكل كبير زي ما احنا شايفين. هنلاقي في هنا زرار يا جماعه او خيار اسمه باور اوبشنز، هندوس عليه كده. هتلاقي في خيار هنا فوق اسمه تشوز وات ذا باور بوتون دو، هندوس عليه كده. هتلاقي يطلع لك اختيارات زي ما انتم شايفين قدامكم. القائمه اللي تحت دي زي ما انتم شايفين مش متنشطه، يعني تيرن اون فاست ستارت اب ريكومندد، ده متعلم عليه علامه صح، لكن انت مش قادر تلغي علامه التفعيل دي. كل اللي هتعمله ان انت هتطلع فوق خالص كده على تشينج سيتنج ذات ار كورنتلي ان افيلبل، يعني هنغير الاعدادات اللي مش متاحه، هندوس عليها كده. هتلاقي تم تنشيط الخيارات اللي احنا عايزينها دي. كل اللي انت هتعمله بقى ان انت هتدوس على علامة الصح دي تلغيها من اول خيار اللي هو تيرن اون فاست ستارت اب ده، وبعد ما بتخلص اللي احنا قلنا عليه بتعمل سيف تشينجز. وبس كده يا جماعة، كل ما بنحب نطفي الجهاز بالطريقة العادية هيطفي الجهاز بالكامل مع نواة نظام او تشغيل النظام، وده يا جماعة الطريقة الصحيحة ومهمة جدا انك تعملها على جهازك، ان انت بعد كده لما بتدوس على ستارت وبعدين بتدوس على باور بعد كده بتدوس على شات داون خلاص بتطفي جهازك بدون ما يحصل فيه اي مشاكل فيما بعد مع تكرار الطريقة الخطأ اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. وبس يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتم منه وما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله نتقابل في حلقة جاية مع موضوع جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.